نذهب لمتابعة لقطات ظهرت دوري ريكا الذي الآن له رابطة محترفين وله متابعين مؤكد وله تنظيمات كثيرة. اليوم في مباراة أبها وحطين رصدت بعض اللقطات نتابعها من خلال الصور التي تظهر لكم في هذه الآونة. ملعب يبدو خال تماما من الحضور الجماهيري، هذا قد يبدو مشهد مألوف لكن المشاهد الأخرى قد لا تبدو مألوفة القادمة تحديدا في أرضية الملعب وليست في المدرجات فقط، إنما نعتز كثيرا بحضور كبار السن ومتابعتهم، لكن في أرضية الملعب سنتابع الدخول الدائم والاقتحام الدائم للمستطيل الأخضر للقادمين أثناء حركات الإحماء. كانت هذه هي اللقطات قد رصدت لأحد المتواجدين في أرضية الملعب. بعد ذلك سنتابع في المدرجات، يبدو أن الملل قاد بعض الشباب للعب كرة القدم في المدرجات، سنتابعها في لقطة قادمة. هذا أثناء حركات الإحماء. طبعا رئيس النادي مع فيما يبدو أعضاء مجلس الإدارة في جلسة بعيدة عن كل الضوضاء. هنا اللقطة التي يجب أن نتوقف عندها كثيرا، ربما أن تكون هناك، إذا ممكن ترجع لنا اللقطة السابقة، لقطة أن الملل أحيانا يدفع إلى أن تلعب مباراة مرة أخرى في المدرجات، ليست فقط مباراة داخل أرضية الملعب إنما مباراة في المدرجات. هذه واحدة من اللقطات التي رصدت اليوم وهي من الطرائف التي تحدث في ملاعبنا. يعني احنا نشاهد كثيرا الاقتحام للملعب، الدخول من وسط الملعب، لا أدري المراقب مسؤول الملعب أين هم في مثل هذا، لكن اللقطة الأكثر طرافة هي لقطة ممارسة اللعبة أو لعب كرة القدم في المدرجات. سامي، طبعا دوري ريكا بوجه جديد، بوجه مختلف. يعني أول شيء نتحدث عن توقيت المباراة، توقيت غير مشجع بالنسبة للحضور الجماهيري. كنا نتحدث بالأمس يمكن عن مباراة ديربي الأهلي والاتحاد في جدة الأولمبي، كيف أن توقيتها أقيم في فترة يعني غير مشجعة ومضرة بالنسبة للاعبين. هذا واحد. الأمر الثاني، هذه مسألة تنظيمية بحتة تعود لإدارة الملعب، كيف سمح للأب بابنته وطفله يقتحمان الملعب أثناء فترة الإحماء. هذا نقطة. النقطة الثانية نسأل عن كيف دخل الجمهور بهذه الكرة أو كيف تحصل على هذه الكرة أثناء لعب المباراة، يعني أو قبل لعب المباراة حتى. طيب، هذه مشكلة. على أي حال تبقى أسئلة متاحة ومطروحة في المجمل. نتحدث عن جانب